الالياف يا ترى ايه هي اهميتها للجسم، ويا ترى هل ليها فعلا مفعول دوائي، ويا ترى الالياف موجوده في اي نوع من انواع الاكلات اللي احنا بناكلها، وهل في مشاكل صحيه ممكن تحصل لو الالياف دي تركيزها زاد في الجسم. كل ده واكتر في الحلقه دي، خليكم معايا. السلام عليكم، انا حسين لطفي وحضرتك بتتابع قناه اوكتوس فارماسيست، حلقه كل يوم اربعة فروم اي تو زد. اهلا بيك. في البدايه دي تهنئه بسيطه لكل الناس اللي بتتابعنا وبتجاوب على الاسئله، وفي نهايه الحلقه كالعاده هتلاقي فيه سؤال، هتلاقي الاجابه مستخبيه في الحلقه وهتلاقيها موجوده في لينك اسفل الحلقه. بالتوفيق للجميع. في البدايه تعالوا نتعرف على كلمه الياف، يعني ايه دايتري فايبرز او الالياف اللي احنا بناخدها في الاكل. الالياف هي نوع من انواع الكربوهيدرات زي الجلوكوز وزي الفركتوز وغيره، ولكن الكربوهيدرات ده انواع كتيرة على حسب شكله وحجمه ممكن الجسم يقدر يتعامل معاه. الحاجات البسيطة زي الجلوكوز والسكروز وغيره الجسم بيقدر يكسرها وياخد منها طاقة، لكن الكربوهيدرات الكبيرة الضخمة الجسم بتاعنا ما فيهوش الانزيم اللي يكسر الروابط بتاعتها اللي بنسميها جلايكوزيتيك بوند، وبالتالي الالياف هتخش وهتخرج من الجسم بدون ما الجسم ياخد منها طاقة، لكن ليها ميزات تانية زي ما هنعرف. النقطة التانية، مفيش حاجة اسمها الياف حيوانية، كل انواع اللحوم والجبن والحليب كلها بتمتص في الجسم، كلها الجسم بيقدر يكسرها على عكس الالياف النباتية، فلما نسمع كلمة الياف يبقى نعرف على طول ان مصدرها نباتي. النقطة التالتة، ان الحيوانات جسمها فيها انزيمات تقدر تكسر الفايبر دي، علشان كده هتلاقي الحيوانات بتكسر السليولوز، الحاجات اللي احنا ما بنقدرش نكسرها الجسم الحيوانات بيقدر يكسرها وبيطلع منها طاقة عالية جدا، فالحمد لله ان احنا جسمنا ما بيكسرش الالياف دي والا كانت احجامنا كبيرة جدا. الحاجة التانية، عاوزين نعرف ان اجسامنا بتتعامل مع الالياف دي ازاي، يعني احنا قلنا الالياف دي جسم بيقدرش يكسرها، طب لما الالياف تخش المعدة وتوصل للامعاء الجسم بيعمل معاها ايه؟ الالياف في الامعاء بيحصل ليها حاجة من ثلاث حاجات مهمين جدا على حسب نوع الالياف نفسها. اول حاجة بيعمل حاجة بنسميها البالكينج، يعني هي بتمتص مية بيبقى حجمها كبير. اول حاجة التانية بيعمل حاجة اسمها الفيسكوس بروسيس، يعني الالياف دي هتاخد مية وهتحول شكلها لشكل الجل او الجيلي. اول حاجة التالتة هي الفيربنتيشن، يعني ان جسم بيخمر الالياف دي. تعالوا بقى نتعرف على كل واحدة من دي وايه اللي بيحصل فيها بالظبط وايه اهميتها لجسمي. اول حاجة هي البالكينج، البالكينج معناها ان شوية الالياف الصغيرين ياخدوا كمية مية يقوم حجمهم يكبر، لما الحجم ده يكبر معناها ان كمية الفضلات اللي موجودة داخل القولون تبقى كبيرة، يقوم الحجم الكبير ده يضغط على جدار القولون يخلي القولون يتحرك بزيادة علشان يخف الضغط عليه، يقوم الفضلات دي تخرج من الجسم بشكل بسيط وسريع. معنى كده ان الالياف اللي هتديني حجم هيكون ليها مفعول مهم جدا في موضوع الامساك. الحاجة التانية الفيسكوس بروسيس، اللي هي الالياف تمتص مية وحجمها هيكبر شوية ولكن بتديني شكل الجل او الجيلي. طب دي بقى اهميتها ايه للجسم؟ اول حاجة بيكون ليها مفعول مشابه لمفعول الفايبرز اللي دخلت في عملية البالكنج، يعني الحجم بتاعها بيكبر شوية وبالتالي بتسهل عملية الاخراج. الميزة التانية ودي الحقيقة اهم حاجة في موضوع الفيسكوس بروسيس، الجل اللي بيتكون ده بيبقى عامل حاجة بنسميها الترابينج. يعني ايه ترابينج؟ يعني بيحبس جواه مواد مهمة زي ايه؟ زي الجلوكوز وزي الاملاح. طب ايه الاهمية لما يكون حبستي جوه الجل دوت جلوكوز او املاح؟ الفكرة ببساطة بيكون عامل زي المخزن بتاع الجلوكوز، يعني انا اكلت سكريات واكلت معاها الياف، تقوم السكريات تبقى محبوسة جوه الجل اللي اتكون من الالياف دوت، ويبدأ يطلع منه الجلوكوز بتركيزات بسيطة وشكل مستمر. معنى كده ان الجلوكوز ده هيبدأ يخش الجسم تدريجيا، مش هيخش الجسم مرة واحدة. طب ايه الميزة في حاجة زي كده؟ زي ما احنا عارفين الجلوكوز لما بيخش الجسم بشكل سريع جدا بيخلي الانسولين يفرز من البنكرياس بتركيزات عالية وبشكل سريع،
واحنا عارفين الانسولين لما التركيز بتاعه بيزيد في الدم بشكل سريع بيبقى عامل زي المجنون، بيبقى عاوز يخفض الجلوكوز بشكل سريع جدا. ولكن وجود الانسولين بتركيزات عاليه في الدم ليه مشاكل تانية، واتكلمنا عليها قبل كده في السلسله الخاصه بالدايبيتس ميليتس للي عاوز يرجع عليها. وكمان ذكرنا موضوع الانسولين في الحلقه الخاصه بالبوليسيستيك اوفري او تكيسات المبايض، وقلنا الانسولين لما بيكون عالي في الدم بيعمل مشاكل كبيره جدا في موضوع تكيسات المبايض. معنى كده ان مش من مصلحتي ان الانسولين يكون عالي في الدم. طب والانسولين بيعلى ازاي؟ لما بيكون فيه جلوكوز داخل الدم بشكل سريع وكبير. يبقى الحل ان انا ادخل الجلوكوز بشكل بسيط وبطيء للدم، يقوم الجسم يطلع لي انسولين برضه بتركيزات وبمستويات منخفضه. الميزه الثالثه لتكوين شكل الجيلي دوت انه بيكون موجود في المعده فترات كبيره جدا، معنى كده ان الشخص هيفضل حاسس ان هو شبعان فتره كبيره. اما العمليه الثالثه اللي بتحصل للالياف في جسمي اللي احنا قلنا عليها الفيرمنتيشن. يعني ايه فيرمنتيشن بقى؟ يعني تخمر. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل فيها. ببساطة كلمة التخمر بتحصل للألياف في القولون. البكتيريا الطبيعية اللي موجودة في القولون بتشتغل على الألياف دي وتطلع لي مواد صغيرة جدا ومهمة جدا بنسميها شورت تشين فاتي أسيدز، يعني أحماض أمينية ولكن طولها قصير جدا. طب ايه هي أهمية الأحماض الأمينية القصيرة ديت لجسمي؟ الحقيقة ليها ميزات كبيرة جدا. الحاجة الأولانية شورت تشين فاتي أسيد بتخلي خلايا بتاعت القولون تطلع مواد تهدي التهاب جدار القولون. علشان كده الناس اللي بتعاني من قرح في القولون لما بتستعمل الألياف بيكون ليها مفعول مهم وممتاز جدا ليهم، زي ما هنعرف بعد شوية. الحاجة التانية شورت تشين فاتي أسيد بتنشط المناعة الإيجابية لجسمي زي التي هيلبر سيل وزي الأنتي بودي. المهم ان الحاجات دي بتزود المناعة بشكل كبير جدا، وبالتالي بيكون ليها مفعول مهم جدا مقاوم للسرطان. وعلشان كده الناس اللي بيجيلها سرطان في القولون عادة بيكون اكلهم غير صحي، بيشربوا خمور كتير جدا، وبالتالي اعداد البكتيريا الطبيعية اللي موجودة في القولون هتقل، فبالتالي التخمر اللي بيحصل للالياف وانتاج الشورت تشين فاتي اسيد هيقل. معنى كده ان الشخص ده هيكون معرض اكتر لحدوث سرطان القولون. الحاجة الثالثة ان الشورت تشين فاتي اسيدز دي من اهم انواع الاغذية الخاصة بالبكتيريا نفسها، فعشان كده بيسموها بريبيوتيك فايبرز. دي الثلاث حاجات اللي الجسم بيعملها مع الالياف. انواع الالياف الموجودة مش شرط ان هي تلاقيها بتعمل حاجة واحدة من الثلاث حاجات دول، ممكن نوع واحد من الالياف يحصل له عملية او اثنين او ثلاثة. يعني ممكن تلاقي نوع الياف يحصل له بس تخمر، ممكن تلاقي نوع الياف بيحصل له بالكينج وبيحصل له كمان فيرمنتيشن، وممكن تلاقي نوع الياف بيحصل له الثلاث عمليات. طب ايه هي بقى انواع الالياف؟ بيقسموها ازاي؟ الحقيقة ان احنا بنقسم الالياف بناء على ذوبانها في المية، فهنلاقي منها الياف بتدوب في المية بيسموها water soluble fiber، او ان هنلاقي الالياف دي ما بتدوبش في المية اللي هي insoluble fiber. اول حاجة بالنسبة للالياف اللي بتدوب في المية، اول نقطة فيها الالياف دي بتدوب بسهولة في المية، وكمان النوع ده من الالياف هو اسهل نوع من الالياف يحصل له فيرمنتيشن او تخمر في القولون زي البكتين والبيتا جلوكان وغيرهم. والانواع دي موجوده في الشوفان وموجوده كمان تقريبا في كل انواع الفواكه. مشكله انواع الالياف دي ان البكتيريا بتشتغل عليها بشكل كبير جدا زي ما قلنا ويحصل ليها تخمر، فعلشان كده بيحصل منها انتاج للغازات بشكل عالي جدا. ولكن الشخص اللي بياخد الالياف من انواع ديت وبيشرب معاها ميه كتيره جدا ما بيحسش حقيقه بموضوع الغازات. الحاجة التانية هي الألياف الغير دايبة في المية. أشهر أنواع الألياف الغير دايبة في المية زي السليلوز وزي الليجنين، ودي موجودة بكميات كبيرة جدا في المكسرات. والأنواع دي من الألياف بتمتص مية وبتعمل بالكينج، لكن ما بتديناش موضوع الجيلي، وبالتالي مع زيادة الحجم زي ما قلنا هتسهل موضوع الإخراج. أهم حاجة في الأنواع دي من الألياف إن هي بتعادل حمضية القولون، وبالتالي بتمنع وجود البكتيريا الضارة للجسم. طب إيه هي أشهر الكلمات اللي ممكن لما حضرتك تشوفها تعرف إن دي نوع من أنواع الألياف؟ السليلوز، ريزيستنت ستارش، ريزيستنت ديكسترين، الليجنين والكايتين، البكتين والبيتا جلوكان، الاوليجوساكرايدز والسيليوم، الانيولين. الحقيقه ان الانيولين دوت هو عباره عن فركتوز، ولكن عباره عن سلسله وحجم كبير شويه، الجسم ما بيقدرش يكسره، وليه ميزه جميله جدا انه بيدي طعم زي السكر، فبالتالي ممكن نستعمله كبدايل للسكر بدون مشاكل على الجسم. خلاصه كل الكلام ده ايه؟ مفيش اكل بيحتوي على نوع معين من الالياف، عاده الالياف موجوده بانواعها في نفس نوع النبات. على سبيل المثال لو خدت حاجه زي البرقوق هتلاقي القشره الخارجيه هي عباره عن insoluble fiber.
فايبر، واللحم الداخلي او التكوين الداخلي بتاع البرقوق هتلاقيه عباره عن سوليبل فايبر. فالاكل الصحي بتاعنا وتنوعه الاكل دي مهمه جدا، يعني الشخص لازم على مدار اليوم ياكل حاجات طبيعيه وصحيه، يعني طبق سلطه، خضروات وفاكهه وشويه مكسرات. كده هو تقريبا اخد الاحتياج اليومي بتاعه من الالياف، وده ملف هسيبه لحضراتكم في الوصف اسفل الفيديو فيه كل انواع الالياف والمفعول بتاعها والتركيبه بتاعتها. ودي طريقه بسيطه جدا من خلالها اقدر اعرف الحاجه اللي قدامي دي تقريبا بتديني كام جرام الياف. على سبيل المثال الفاكهه العصير بتاعها لو 120 ملي مثلا او نص كاسه فاكهه بتديني 1.1 جرام الياف. وقيس بقى الكلام ده على كل الحاجات الموجوده قدام حضرتك، وزي ما احنا شايفين كده ان الحبوب الكامله مصدر رائع جدا ومصدر جميل جدا للالياف. طب يا ترى احتياج الجسم للالياف بيكون كام جرام في اليوم؟ اقل من 5 سنين الطفل بيحتاج تقريبا 15 جرام الياف في اليوم. زود بقى 5 سنين وزود قدامهم 5 جرام الياف، يعني من 5 ل 11 سنه هيحتاج 20 جرام الياف في اليوم، من 11 ل 16 سنه هيحتاج قدامهم 25 جرام الياف في اليوم، فوق ال 17 سنه عاده الشخص البالغ بيحتاج تقريبا 30 جرام الياف في اليوم. طبعا الكلام ده ملوش ملكه قوي، يعني هتلاقي كل كتاب وكل مصدر بيديك ارقام مختلفه، ولكن النسب دي اقرب نسب موجوده في كل كتب تقريبا. يلا بينا نتكلم على اهميه الالياف، وده بيت القصيد في الفيديو دوت. الالياف بتقوم لي بخمس حاجات مهمين جدا ومثبتين طبيا، تعالوا ناخدهم بقى واحدة واحدة ونتعرف عليهم بالتفصيل. أول حاجة تنظيم حركة الأمعاء، زي ما قلنا إن الألياف اللي بتديني الجيل فورميشن أو البالكينج دي بتضغط على جدار الأمعاء فبتحسن حركة الأمعاء بشكل كبير. وعلشان كده الناس اللي عندها مرض اللي بنسميه الريتابل باول سندروم، يعني الناس اللي عندها إسهال وإمساك تقريبا في نفس اليوم، الشخص ده عنده مشكلة في حركة الأمعاء. هنا الألياف بتقدر فعلا تظبط لي الحكاية دي بشكل طبيعي، فإضافة الألياف للناس اللي عندهم الريتابل باول سندروم هتحسن له حركة الأمعاء مع الأدوية اللي بياخدها لعلاج الريتابل باول سندروم. الحاجة الثانية الحفاظ على صحة الأمعاء. هنا في عندنا كام نقطة في غاية الأهمية. أول نقطة أمراض الكرونز ديزيز والألسريتيف كوليتس. الحقيقة الأمراض دي هي عبارة عن أمراض مناعية، يعني مناعة الجسم بتروح تهاجم الخلايا والجدار بتاع القولون وتعمل لي قرح داخل القولون. طبعا الأمراض دي شديدة جدا وبتحتاج علاجات قوية جدا مخفضة للمناعة، لكن مع العلاجات دي علشان تجيب نتيجة أفضل وأسرع بضيف الألياف. طب ليه هنا الالياف؟ زي ما قلنا قبل كده الالياف اللي بيحصل ليها فيرمنتيشن هتطلع لي شورت تشين فاتي اسيدز. الشورت تشين فاتي اسيدز الجسم بيحتاجها علشان يكون مركبات بيكون ليها انتي انفلاماتوري افكت، يعني بتهدي الالتهابات بتاعه جدار القولون. وبالتالي اضافه الالياف للناس اللي عندها الامراض دي بتحسن استجابتهم جدا للعلاجات اللي الدكتور كاتبها لهم. النقطه الثانيه وهي مشكله البواسير. اتكلمنا قبل كده في الحلقه الخاصه بالبواسير ان الالياف دي مهمة جدا لمشكلة البواسير. طب ايه هي الفايدة بتاعتها؟ زي ما احنا عارفين ان البواسير او الهومورويدز هو عبارة عن وريد شق العضلة وظهر جوه المستقيم، فبالتالي الفضلات اللي بيكون فيها مواد صلبة بتبقى عاملة زي الموس، فبالتالي بتجرح الوريد ويحصل معاها نزيف. علشان كده الالياف اللي بتعمل شكل الجيل فورميشن بتستخبى جواها الحاجات الصلبه دي، فبالتالي هتمر على المستقيم بدون مشاكل او بدون ما تجرح في الجدار بتاع الوريد نفسه. فهنا انا خدت مستين، الحاجه الاولانيه منعت موضوع الامساك والاحتقان اللي بيحصل مع الحمام عند الشخص اللي عنده بواسير، والحاجه الثانيه منعت المواد الصلبه اللي ممكن فعلا تجرح لي الوريد وتعمل لي نزيف. النقطة الثالثة في الحفاظ على صحة الأمعاء وهي وجود مشاكل بنسميها الدايفرتيكولار ديزيز. الدايفرتيكولار ديزيز دي عبارة عن جيوب موجودة جوه القولون. الجيوب ديت بيتجمع فيها الأكل وبيتجمع فيها البكتيريا. مع الألياف لما صوروا حركة القولون ووجود الألياف فيها، الألياف عاملة زي المقشة تقوم تخش تاخد الحاجات المستخبية جوه الجيوب ديت وتنزلها مع الفضلات بشكل طبيعي. فأنا هنا كده ما اديتش فرصة لأن في أكل يركن جوه القولون، ما اديتش فرصة إن الأكل ده يتخمر ويتكون عليه بكتيريا جوه القولون. فبالتالي الناس اللي عندهم الدايفرتيكولار ديزيز لازم بستعمل معاهم الألياف. النقطة الرابعة في الحفاظ على صحة القولون وهي منع السرطان. زي ما قلنا قبل كده ان شورت الشين فاتي اسيدز بتنشط المناعة الكويسة للجسم وبالتالي بتمنع حدوث سرطان القولون. الميزة الثالثة للألياف وهو خفض مستوى الكوليسترول في الجسم. طب ودي بتحصل ازاي؟
اتكلمنا قبل كده في السلسله الخاصه بالليفر سيروزس او التليف الكبدي، وعرفنا ان البايل ده عباره عن العصاره الصفراويه اللي بتنزل من المراره. المراره اثناء هضم الاكل بتنزل الصفره جوه القولون علشان تهضم الاكل بشكل طبيعي. وزي ما عرفنا ان البايل ده بيتكون في الاساس من ايه؟ من الكوليسترول. تنزل البايل دي او العصاره الصفراويه جوه القولون، تقوم بالشغل بتاعها في الهضم، وبعدين الجسم بيرجع يمتصها مره تانيه ويدخلها جوه الدم. هنا بيجي دور الالياف. الالياف بتعمل ترابنج، بتمسك البايل دوت وتنزله مع الفضلات بشكل طبيعي، فبالتالي مش هترجع البايل للجسم مره تانيه. فيقوم الكبد يعمل ايه؟ يضطر الكبد يستهلك كوليسترول من قلب الجسم علشان يصنع البايل، فبالتالي تركيز الكوليسترول موجود في الدم بيقل. علشان كده العلماء لاحظوا ان استعمال الالياف بكثافه لمده 3 شهور بيخفض الكوليسترول تقريبا بنسبه 12%. فكل الناس اللي عندهم مشاكل ارتفاع كوليسترول لازم يضيفوا لاكلاتهم الياف. الميزه الرابعه للالياف بالنسبه لجسمي هو تخفيض مستوى السكر في الدم. زي ما اتكلمنا في اول الحلقه دي وعرفنا ان الالياف لما تعمل شكل الجل بتحبس جواها الجلوكوز، فبالتالي الجلوكوز هيخش في جسمي تدريجيا واحده واحده، وهيدي فرصه للبنكرياس انه يطلع انسولين بمستويات كويسه بشكل طبيعي، فبالتالي ما يعمليش مشاكل كبيره جدا في تخزين الجلوكوز كدهون، وكمان ما يفضلش الانسولين موجود في الدم بتركيزات كبيره، لانه لو فضل موجود في الدم بتركيزات كبيره هيحس الشخص ده دايما ان هو جعان، ودي النقطة اللي بتحصل مع الناس اللي بياكلوا سكريات كتير جدا. يخش السكر في الدم يرفع لي مستوى الانسولين بشكل عالي جدا، الانسولين هيخزن شوية جلوكوز في الخلايا وهيحرقه، ولكن مستوى الانسولين اللي باقي في الدم دايما هيحس الشخص دوت ان هو جعان وعاوز سكريات مرة تانية وتالتة ورابعة. الميزة الخامسة عندنا للالياف وهي الوزن الزايد، ودي حاجة مهمة جدا لكل الناس تقريبا. اتكلمنا قبل كده في الفيديو الخاص بالتخسيس على كل حاجة خاصة بالتخسيس، ولكن قلنا ان من ضمن العلاجات الاساسية للتخسيس هي الالياف. الحقيقة الالياف بتعمل 3 حاجات مهمين جدا للي عاوز ينزل وزنه. اول نقطة ان الالياف دي بتمتص المية وتعمل شكل الجيل فورميشن، والجيل دوت ما بيمشيش من المعدة بشكل سريع، يعني هيفضل موجود جوه المعدة فترة كبيرة جدا، يعني هيدي احساس بالشبع فترة طويلة جدا. في نفس الوقت الحجم دوت ما فيهوش كالوري، يعني الحجم ده انا خدت منه كميه كبيره جدا وحسيت بالشبع، لكن في نفس الوقت ما ادانيش كالوري كتيره او كربوهيدرات كتيره. وطبعا ده عكس نشويات سهله الهضم اللي بتتنقل في الامعاء بشكل سريع جدا وبتخش الدم بشكل سريع جدا. الحاجه الثانيه ان الالياف زي ما قلنا بتحبس جواها الكربوهيدرات، معنى كده ان دخول الكربوهيدرات زي السكر وغيره مش هيخش الدم بشكل سريع. اما النقطه الثالثه ودي نقطه مهمه جدا، وهي وجود الالياف في الامعاء فترات كبيره بيحفز جدار الامعاء ان يفرز لي ماده بنسميها GLP1 جلوكاجون لايك بيبتايد 1. الماده دي ليها ميزات كتيره جدا واتكلمنا عليها في السلسله الخاصه بالسكر. الماده دي من ضمن مميزاتها ان هي بتوصل للمخ وتدي احساس بالشبع بشكل عالي جدا. دي اهم 3 حاجات الالياف بتعملها في موضوع التخسيس. طيب هل الالياف ممكن استعملها كادويه؟ هل لها فعلا مفعول طبي؟ الحقيقة ان استخدام الالياف كأدوية في حاجتين مهمين جدا، حالة التخسيس وحالة الامساك. علشان كده هتلاقي الشركات منزلة اشكال كتير جدا من الالياف، ممكن نلاقيها على شكل حبوب، كبسولات، شراب، سفوف او بودرة بتدوب في المية. وهنا هتلاقي الشركات ممكن تحط لك الالياف دي مفصلة، يعني يقول لك والله التركيبة بتاعتنا فيها سليولوز، فيها هيميسليولوز، فيها بكتين وليجينين. او ساعات الشركات يقول لك لا انا هحط لك البذره كامله، او يحط لك النبات زي ما هو مطحون في قلب الحبايه. زي ايه؟ زي الفرانجيولا، زي بذور البلانتاجو، زي الاستريكيوليا، زي الاسباجيولا. اللي يهمنا في الادويه اللي موجوده فيها الياف كذا نقطه في غايه الاهميه. اول حاجه لازم نبقى عارفين القرص دوت او الكبسوله او الكيس فيه كام جرام الياف، لان زي ما احنا قلنا ان المفروض الاحتياج اليومي على مدار اليوم هو 30 جرام. اغلب الكتب واغلب المراجع بتقول ان الاشخاص عاده ما بياخدوش الاحتياج اليومي دوت في الاكل بتاعهم، فانا لما هاخده كادويه هضيف للاحتياج اليومي بتاعي.
في اغلب الاماكن يقول لك ما تزيدش في الالياف على مدار اليوم كاقراص اكتر من 9 جرام يوميا. يعني هتشوف العلبة الموجودة قدامك الحباية الواحدة فيها كام جرام، وهياخد في اليوم بحد اقصى 9 جرام الياف، وقسمهم على مدار اليوم. على سبيل المثال الحباية فيها جرام واحد، يبقى هياخد 3 حبات فطار، 3 حبات غدا، و3 حبات عشاء، وبكده يبقى يكون ما عدتش 9 جرام يوميا. طب ليه انا ما بعديش 9 جرام؟ لان في الاغلب الناس بتاخد من 20 ل 25 جرام في الاكل الطبيعي بتاعها، فانا لما هاخد كمان 9 معاهم يبقى انا كده عديت تقريبا ال 30 بشكل طبيعي. النقطة اللي بعديها والمهمة جدا ان في بعض الشركات بتقول لك دي الياف طبيعية، ولكن بيكون ضايفين عليها كمان السنة. عشبة السنة او السنة مكي دي عشبة ملينة بشكل طبيعي. الحقيقة ان السنة بتزود حركة الامعاء، ولكن ليها خطورة كبيرة جدا. استعمال السنة فترات كبيرة ممكن يعمل كسل في الامعاء، يبقى هنا الدواء ده ما اصبحش الياف، الدواء ده اصبح سنة. علشان كده لما بستعمل الادوية دي بستعملها فترة مؤقتة فقط، علشان ما يحصلش منها تعود على التليين وبالتالي يخشلي في شلل جزئي في الامعاء. طب يا ترى مين هم الناس اللي ممنوع عليهم يستخدموا الالياف؟ الحقيقة عندنا 3 حاجات مهمة جدا. اول حاجة الناس اللي عندهم انسداد في الامعاء اللي بنسميها البول اوبستراكشن. الحاجة التانية الناس اللي عندهم ابندسايتس او التهاب في الزائدة الدودية. الحاجة التالتة الناس اللي عندهم نزيف في المستقيم او الريكتال بليدنج. طب ايه هي اهم النصايح المفروض ان انا بقدمها للشخص اللي هياخد مني حبوب الياف؟ اول حاجة واهم حاجة ان الشخص اللي بياخد الياف لازم يشرب مية كتيرة جدا على مدار اليوم، واتكلمنا قبل كده في الحلقة الخاصة بالتخسيس ازاي ان انا بحسب كمية المية اللي جسمي بيحتاجها. ولكن سريعا الموضوع بسيط، كل 30 كيلو من وزن الشخص بيحتاج مقابل ليهم لتر مية يوميا. يعني لو الشخص وزنه 60 هياخد 2 لتر، لو وزنه 90 هياخد 3 لتر وهكذا. طيب ليه انا بحتاج كمية مية كبيرة على مدار اليوم؟ زي ما قلنا ان الالياف هتحبس مية معاها، الالياف بتحتاج مية، فلو ما خدتش انا مية من الخارج هي هتمتص مية من داخل القولون. ولكن في بعض الحالات الشخص ده ما بيكونش عنده مية كفاية، فتقوم الالياف تاخد المية من القولون وتعمل حاجة بنسميها تلبيكة، يعني هي تلبك جوه القولون، حجمها يكون كبير جدا وما تقدرش تتحرك. هنا هيدي مفعول عكسي، يعني ممكن تعمل فعلا انسداد في الامعاء. فشرب المية دي نقطة مهمة جدا لكل الناس اللي بتاخد الياف، والحقيقة ان شرب المية هي اهم نقطة مع الالياف. بالنسبة للحوامل ما نقلقش ان الالياف دي حاجة امنة ومفيدة جدا لكل الحوامل، سواء كمفعول للامساك او سواء للفوائد اللي احنا قلنا عليها قبل كده. اخر نقطة عندنا النهاردة وهي ان الالياف لو كميتها زادت في الجسم ايه الاعراض اللي الشخص بيحس بيها وازاي انا بعالج المشكلة دي. لو كمية الالياف اللي اخدتها كانت اكبر من الاحتياج اليومي بتاعي بحس بشوية اعراض مهمة جدا وواضحة. اول حاجة بيحصل مغص في البطن، الحاجة التانية غازات وانتفاخات بشكل متكرر على مدار اليوم، امتلاء في الامعاء، ممكن يحصل امساك او اسهال، وكمان ممكن يحصل انخفاض لمستوى السكر في الدم. طب لو حصلت الاعراض دي بتعامل معاها ازاي؟ الحقيقة الموضوع بسيط وسهل جدا. اول حاجة بشرب كمية مية كبيرة جدا على مدار اليوم. الحاجة التانية وقف الادوية اللي فيها الياف على الاقل من يومين لثلاث ايام. الحاجة الثالثة بالنسبة للأكلات اللي فيها ألياف كمان هوقفها لمدة يومين أو ثلاث أيام. الحاجة الرابعة أعمل رياضة واتحرك، يعني على الأقل ماشي كل يوم من نص ساعة إلى ساعة. لما الأعراض تختفي والشخص بيرجع طبيعي برجع أرجعه للألياف، ولكن بشكل تدريجي. أول حاجة بخليه يرجع ياكل ألياف الطبيعية في الأكل الطبيعي ولكن بكميات قليلة، وزودها تدريجيا، وممكن بعد كده بضيف له الالياف على هيئة علاج برضو بشكل تدريجي. ولكن لما برجعه للأدوية برجعوش بنفس الجرعة اللي كان ماشي عليها، برجعه لجرعة اقل، وبخليه يحسب كمية الالياف على مدار اليوم بحيث ان هو ما يزيدش تماما عن 30 جرام يوميا، وبنبه عليه على موضوع المية. في النهاية ده سؤال الحلقة، دور على الاجابة وسيب لي اجابتك في التعليقات. اتمنى تكون حلقة النهاردة اضافت لحضرتك معلومة جديدة عليك. كل الماتيريال اللي بستخدمها وكمان المصادر هتلاقيها موجودة في لينك أسفل الحلقة، ولو عاوز تحمل الحلقة بشكل مجاني هتلاقيها موجودة في لينك أسفل الحلقة مع طريقة التحميل. ياريت لو عجبك محتوى الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. شكرا واشوفكم الحلقة الجاية من أكتوبس فارماسيست. في أمان الله.